السلام عليكم. شو بيردي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا. فانك نعاود نولوا نتكلموا على الامور، امور اللي كيفاش جهلاء تغلبوا على النجباء. دي هي الحصة تاعنا، جهلاء كيفاش اعطاوهم الفرصة في قنوات الدعارة، قنوات الجهل، قنوات ما سناش حد ناس تكلموا على التحاليل تاع مقابله ولا تكون ناس الا التحطيم. ناس جاو يدعموا في الجهلاء، يدعموا في الرداءة، يدعموا كل شيء من اجل تحطيم الجزائر. احنا قبل ما نبداو عندنا مسرحيه غادي نوريها لكم تاع ماجر وبالشيخ في الاولى كيفاش كانوا يحاربوا في الناس اللي تقرا، يحاربوا في اصحاب في اصحاب العلم، جابوا افكار تاعهم كل شغل الشعب ولا كاينه هذه ولا كاينه. واحد عنده لا ليسونس ولا ما عاد كاع فاش تيبو يخدم معايا شريطه، ولا تيبو يخدم معاك مانيفري، ولا يخدم يربد السيما ويحط السيما، واللي واصل في الستة ويعرف كيفاش يمسح الدراريج قاضب حاجه كبيره. كيما راه اخر مدير كان مدير تاع كان قاضب نادي ثقافه، نادي ثقافه الهادي والدعلي، نادي ثقافه ولا وزير تاع الشبيبه والرياضه، ولا متكلف بالشبيبه والرياضه، رد مكاش كاع دقدق كلش، دقدق واحد 40 عام الرول دقدقنا الهادي والدعلي، ردنا 40 عام الرول افكار تاع ماجر وتاع ساتشي وتاع بالشيخ وتاع بوحنيكه دقدقونا، ردونا 40 عام الرول. حنايا اليوم قبل ما نبداو ترحموا على شهدائنا، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، خليها تصدي اتحادية تصدي وجي الشعب معاك يا جماعه بالماضي، وندخلوا نشوفوا هذا الموضوع شويه، نضحكوا شويه، نضحكوا ونشوفوا كيفاش هاد الناس بغاو يغالطوا الشعب الجزائري. اسمعوا معنا. يا والله غاي كذاب ويخرى ويزيد ونعرفه مليح، يا والله غاي كذاب ويخرى ويزيد ونعرفه مليح. تكلم كثير في الاعلام وما نحبش نوري روحي بزاف، ولكن هذه فرصه لكي الجماهير خاصه الجماهير الجديده هذه اللي ما تعرفش يعني التاريخ ربح مجال كمدرب، وحتى في الاستوديو قاعد نسمع الله يقول لهم ربح مجال كان مدرب فريق اف سي بورتو. اف سي بورتو سنتين وحقق نتائج جيدة. بعد ذلك تكذب دبت الخليج، الريان نادي كبير، السد نادي كبير يلعب فيه اللاعب تاعنا بنجاح، وأيضا جي ميم ديريجي لا سيليكسيون افريكان صح في 97 في لشبونة أمام المنتخب الأوروبي، وكان المدرب الأوروبي كان بيرتي فوكس، ولكن مدرب الاخر لا سيليكسيون افريكان من النجوم الكبار جورجي ميلا بفيش وهذه، ومن جهه اخرى شكون اللي كانوا اللاعبين كلهم كبار في اوروبا، كلينسمان هدف وفزت عليهم هدفين مقابل هدف، لي ماتش اميكو مباراه الوديه اللي لعبها في افريقيا، لان احنا عندنا مشكل في افريقيا ودائما منذ سنوات ونقول هذا الكلام، لي ماتش اميكو مباراه الوديه اللي لعبها في افريقيا، لان احنا عندنا مشكل في افريقيا ودائما منذ سنوات ونقول هذا الكلام. ديال مباراة رواندا المنتخب المحلي نفس الشيء، المنتخب المحلي ما كانش يلعب، رحنا لعبنا الا يعني احنا لو سيستم تكتيك ولو كوتي تكتيك باش درناه لهم بلسان سور لو بلون كومونيكاتيف سور لو بلون دو لا كومونيكاسيون. السنة الماضية الموسم الماضي محمد كلمت على أوزيل وقلت له كلمة، قلت لو كنت أنا مدرب أوزيل ما تجيبوش في فريقي يلعب،
كسول. شتو كيفاش هاد الناس وين كانوا يحوسوا يغالطوا الرأي العام، حوسوا بأي طريقة استغباء. هما صابوا اتحادية غبية تعمل من أجل المصالح تاوعها الشخصية، ولا يمشي معاهم كيما بغاو يمشيو هما، ولا يمشي معاهم خاص بيلعبوا اللعبات تاعهم يجيبهم. وين تكلم هو لعبها نهار الاول قال لهم السوسيال ما كاينش منا، وحنا شنا جوار يتبليس في الفريق الوطني يعيط ارسلوا لي من بارادو، يعرف الا بارادو ولا الخزان الوحيد تاع الفريق الوطني بارادو. قسنطينه داير الشامبيونه، الصيف داير لا كوب، ما كاش ولا غير بالعباس داير لا كوب ستيف فينال، وبالعباس فينال، وستيف وبالعباس داير في داير لا كوب، مكاش ما لا بارادو ولا بارادو من اجل يقعد يخدم، مشي يخدم يقعد يدي في الدراهم. قال الناس تحوس تدي الدراهم وصايك ما يحوش لا بيجي بدي روح، وانا عطوني 3000 مات، عطوني بلاي شابين في الجي، عطوني بلاي شابين في الجزائر وندي الدراهم، ومليها اللي بيطيح يطيح، اللي بيطلع يطلع، الفوتبال اللي بيدق دق دق دق، خاطش عليه ماجر جا ولا يزعق كيما قصر تكسيره ولا يقصر، ما شتوش قال لك على ما تجيبوش. هو المدربين تاع الجزائر هنايا ما بغاش يلقاهم، خاطش عليه ما يعرفش يقري المدربين، قالوا له زعما دير مناظره مع المدربين، ما بغاش قاعد يتهرب. ومن بعد قال لهم ندي لكم بالشيخ، ندي لكم سعدان. الحمد لله يا ربي، هذا ديناصور، ماشي ديناصور، هذا غريلو عبسوا عليه وخروه، ومازال ان شاء الله بربي ناس كيما هادو. هاد الناس اللي جاو يعملوا جاو بلي ريجيست كوميرس، ما جاوش داروا لي ريجيست كوميرس وجاو، خاطر شناهم كيفاش كانوا مدابزين على لجنه التحكيم، وين 8 شهور هما في الدي بي مدابزين على لجنه التحكيم، خاطر على لجنه التحكيم ريجيست كوميرس،
كاع بغاو يتحكموا لجنة التحكيم، ومن بعد تهموا كل واحد عنده لي زاربي تاعو، كل واحد عنده ربعة خمسة تاع لي زاربي تاعو. هذه الاتحادية، النائب الثاني، النائب الثالث، كاع كاع الأعضاء، كاع كاع عندهم، كل واحد عنده الكبار كيما نقولوا حنا، رئيس اتحادية، النائب تاعو، النائب الثالث، داير ربعة ربعة تاع لي زاربي، والآخرين دايرين زوج ثلاثة، كل واحد داير. هذه هي، وإن شاء الله بربي، ربي ينجينا منهم، وربي يتولى بيه يتولاهم، وربي يخلص فيهم إن شاء الله. خاطش علاه؟ جزاك النخلة، واللي يدور بها والله لا خلا، والله لا خليته إن شاء الله بربي. تحية الجزائر.